يا مساء الخير واهلا وسهلا بحضراتكم، اهلا وسهلا بكل الاهلاويه. يوم جديد، حلقه جديده، السادسه طبعا. الاهلاويه منتظرين ماتش بكره، المواجهه بين المارد الاحمر وبين حرس الحدود في سبيل الوصول للنقطه 68، واللي تقربنا بشكل كبير جدا من حسم بطوله الدوري. طبعا في جزء من الحلقه بالتاكيد هنغطي ونتابع اخر الاخبار الخاصه بفريق نادي الاهلي. الحقيقه النهارده حلقة دسمة، يعني أكتر من موضوع يستحق إن احنا نقف معاه ونتكلم فيه بالتفاصيل، خصوصا إن في علامات استفهام كتيرة مش مفهومة، أو مش هقول مش بس مش مفهومة، محدش الحقيقة عنده قدرة إنه يستوعب إنه الأسئلة دي بتطرح النهاردة. الكلام طبعا على مقاسة الكؤوس والدروع والميداليات الخاصة باتحاد الكرة، وهنطرح الملف ونتكلم مع حضراتكم باستفاضة. أهلا وسهلا بحضراتكم، مساء الخير يا سارة وأهلا بك. مساء الخير عليك يا أحمد، مساء الخير على كل مشاهدي قناة الأهلي برنامج السادسة. خلاص بكرة مباراة مهمة جدا بين الأهلي وحرس الحدود، محتاجين بس 11 نقطة عشان نحسم الدوري. وزي ما قلنا إنه كل ماتش من اللي جايين، سواء حرس الحدود أو الإسماعيلي أو الاتحاد أو مصر المقاصة، كلهم كل ماتش اهم من اللي قبله، واحنا قادرين جدا ان احنا باذن الله نحسم الدوري، قادرين ان احنا ناخد ال 11 نقطه وخلاص بقى نقفل صفحه الدوري ونبدا نفكر في صفحه افريقيا واللي هي الهدف الاهم. الحقيقه في محاولات مستمره من تشتيت الفريق وتشتيت الكيان ونطلع فيديو الكهرباء دلوقتي، اصل الكهرباء بقى خلاص هيرجع يلعب وهيبقى اضافه كبيره للفريق، فليه يركز او ليه اللعيبه تبقى مركزه، او ليه الاهلي يبقى بيتقدم ومتصدر الدوري، ليه كل ده يحصل؟ طبعا ده مضايق ناس كتير جدا، بس الحقيقه احنا خلاص ما بنشغلش بالنا بالكلام ده. الحمله الممنهجه دي بقى لها فتره طويله، وكل يوم كلام وكل يوم ده اصل في خناقه في الاهلي، ويطلع اللعيبه الحقيقه زي ما شفناهم في الماتش اللي فات وقد ايه مركزين وقد ايه شفنا اداء كويس جدا خصوصا في الشوط الاول. بس زي ما بنقول دايما احنا مركزين في هدفنا، فايلر بياكد ان هو مركز في كل مباراه، يعني بنركز جدا في كل مباراة وخلاص مش بنشغل بالنا بالكلام اللي بيتقال ده، ولا حد هيقدر يشتت الكيان ده، ولا ايه يا احمد؟ الغريبة انه كل ما يحدث الحقيقة، كل محاولات التكسير او التعطيل او التشويه اللي بيتعرض ليها النادي الاهلي ككيان وكنادي وكمجلس ادارة وكجهاز فني وكلاعيبة، يعني الغريب جدا انه ما بنشوفش اي حاجه مشابهه او متكرره مع اي نادي تاني ايا كان اسمه وايا كان حجم جماهيريته في مصر. يعني مش عارف ليه دايما السهام منصبه وموجهه دايما على النادي الاهلي، هل لانه خارج المنافسه؟ هل لانه في منظومه مختلفه تماما وبعيده كل البعد عن كل المنظومات الرياضيه اللي موجوده في مصر؟ انا مش عارف الحقيقه، بس انا اعتقد دايما ودايما بقول، يعني بما انه احنا مهنتنا وصناعتنا هي الاعلام، دايما بقول لو مخاطب جماهير الاهلاويه، وبالتاكيد جزء كبير او قطاع عريض منهم متاكد انه في ميليشيات الكترونيه موجهه، هدفها الاول والاخير شغلها الشاغل انها تهاجم النادي الاهلي، انها تكسر في النادي الاهلي، انها تكسر في نجوم النادي الاهلي، على الاقل تعمل حاله تاثير معنوي سلبي على الاجواء المحيطه بالفريق، على وعسى انه ده ياثر على مشواره في كل البطولات، مش بتكلم بس على بطوله افريقيا، في كل البطولات اللي بياخدها او بينافس فيها النادي الاهلي. على كل الاحوال انا بيتهيالي انه الاهلي الجماهير الاهلاويه النهارده عندها من الوعي الكثير والكثير الحقيقه اللي تقدر بيه انها تفرز وتفهم المدلول او المغزى او الهدف من وراء اي محاوله لتشويه او تعطيل او تجريح في النادي الاهلي ورموزه. الاهم الحقيقه ان احنا بنتكلم النهارده على، انا مش عارف اسميه ايه بصراحه، انا بعتقد ان اللي احنا فيه ده يمثل تجسيد حقيقي لحاله التخبط والعشوائيه اللي بتدار بيها او بيدار بيها اهم اتحاد رياضي في مصر. والسؤال هنا مش عن الجريمه في حد ذاتها، السؤال هنا عن، وانا من الحقيقه مش بتهم القائمين فقط في التوقيت الحالي على اتحاد الكره او على مسؤوليه اتحاد الكره المصري لجنه الخماسيه، لكن الحقيقه انا بتهم كمان مسؤولين سابقين. ازاي كل هذه الفتره احنا لغايه النهارده بنسمع عن اتهامات متبادله؟ الحقيقه يعني حاجه مضحكه، يعني حاجه مزريه، حاجه سميها زي ما تسميها، لكن انه احنا نسمع اتهامات موجهه ما بين لعيبه وما بين مديرين فنيين سابقين وما بين مسؤولين حاليين وما بين مسؤولين سابقين في اداره اتحاد الكره المصري، انا اعتقد دي جريمه في حد ذاتها، يمكن تكون في نفس مستوى جريمه فقد او سرقه او ضياع، انا مش عارف ايه المسمى حتى اللحظه، احنا لغايه اللحظه اللي بنكلم حضراتكم فيها وزاره الشباب والرياضه
أعلنت أنها شكلت لجان عشان تتابع هذا الموضوع من كافة جوانبه، وخصوصا طبعا الجانب القانوني. ده يهمنا، في مسؤولية كبيرة جدا أعتقد بتقع على المسؤولين في اتحاد الكرة. وأعتقد أنه وقعة زي دي بعد مرور هذا الكم الكبير جدا من السنوات كان مفترض أن يبقى فيه إجابات واضحة وحاضرة وشافية، وده طبعا اللي ما حصلش. على كل الأحوال هنتابع تطورات الموضوع، بس خلونا نبتدي مع حضراتكم بأهم أخبارنا النهاردة. الأهلي بيختتم تدريباته طبعا النهاردة يا أحمد علشان يستعد خلاص لمباراة بكرة مع حرس الحدود، طبعا بين الأهلي وحرس الحدود في الجولة 25 من الدوري الممتاز. وطبعا فايلر هيعلن القائمة بعد التدريب على طول المفروض إن شاء الله. إحنا محتاجين، إحنا دلوقتي في الصدارة ب 56 نقطة 65 نقطة، ومحتاجين بإذن الله زي ما قلنا 11 نقطة علشان نحسم الدوري. الحقيقة يمكن ماتش بكرة برضو مهم، بيقربنا شوية من ماتش الرجاء. الوداد إحساسي إنه الأهلي فرق مع جمهوره، أنت عارفة طبعاً. يعني أنا بيتهيالي إنه مستوى الأداء، أنا شايف إنه في ماتش بعد ماتش تطور نسبي، ما وصلش بالمستوى اللي يطمن جمهور الأهلي على مواجهة قبل النهائي في المغرب الماتش الأولاني طبعا مباراة الذهاب، لكن أعتقد إن في تطور تدريجي. وزي ما قلت لحضراتكم إن شاء الله من هنا لغايه اخر الشهر احنا قدامنا 3 أسابيع تقريبا، اعتقد انه الاهلي جزء كبير جدا من قوته الضربه هيكون جاهز ومستعد. المهم طبعا نتعرف على موقف كمان المصابين، ده اللي هنعرفه كمان من خلال زميلنا فاروق صلاح معانا من ملعب التتش. مساء الخير عليك يا فاروق. مساء النور عليك يا سارة، مساء النور عليك يا أحمد، وكل التحية لكل مشاهدي ومتابعي شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان. نتكلم الأول عن قائمة الفريق، أنا بعتقد أن القائمة معنا ممكن نقولها لجمهور النادي الأهلي. يعني اقدر اقول لك احمد، يعني اختتم فريق النادي الاهلي تدريباته اليوم المران الاخير قبل التوجه لمدينه الاسكندريه لمواجهه فريق حرس الحدود في الجوله 25. زي ما انت قلت داخلين على مرحله مهمه جدا، مرحله حسم الدوري، لقاء حرس الحدود ثم الاسماعيلي ثم لقاء الاتحاد. الجديه التركيز هو شعار لاعبي النادي الاهلي. اعلن مستر ريني فايلر قائمه الفريق لخوض هذا اللقاء، والقائمه ضمت 21 لاعب: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير في حراسة المرمى، خط الدفاع أحمد فتحي، محمد هاني، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، علي معلول ومحمد شكري، خط الوسط حمدي فتحي، أليو ديانج وعربي بدر، وليد سليمان، أحمد الشيخ، جيرالدو ومحمد مجدي أفشة، وثلاثة في خط الهجوم: جونيور أجاي، مروان محسن وأليو باجي. تقدر تقول من قائمة اللقاء الأخير خرج فقط محمود وحيد ودخل في القائمة علي معلول. دي القائمة اللي أعلنها مستر ريني فايلر بعد المران. زي ما قلنا التركيز والجدية وشعار لعبة النادي الأهلي. النهاردة مستر ريني فايلر كان المران في تمام الساعة الرابعة، بدأ يعني جزء بدني مع مستر توماس مخطط الأحمال، ثم الجزء الفني والتكتيك. كان بالمناسبة المران مغلق تماما النهاردة، مستر ريني فايلر فضل أن المران يكون مغلق، ركز شوية على نواحي خططية ونواحي في التكتيك باللاعبين. واختتم المران بتقسيمة ما بين فريقين. نقدر نقول عايز اطمن كل الجماهير الحاله اللي عليها لعيبه النادي الاهلي مروان محسن واليو باجي وايضا جونيور اجاي اللي بدا يستعيد الكثير من مستواه في الفتره الاخيره. يعني نقدر نطمن اللعيبه، نطمن الجماهير على حاله اللاعبين يا احمد، وعلى حاله ايضا حراس المرمى مع مستر ميكيل يانكون اللي ادوا مران اكثر من رائع مع مستر ميكيل يانكون، سواء محمد الشناوي او علي لطفي او مصطفى شوبير. طيب نتكلم بالنسبه للمصابين، يعني عارف حتى انه مستر فايلر النهارده كان ليه اجتماع مع دكتور خالد محمود واتكلم معاه على قائمه المصابين. احنا عندنا في القائمه حسين الشحات، سلية، محمد محمود، سعد وكريم ندفد ومتولي. طبعا سعد وكريم ومتولي احنا يعني بنتكلم في صعوبه كبيره جدا ان هم يدخلوا في قائمه الفريق في المنافسات المتبقيه، لكن بالنسبه للشحات والسلية ومحمد محمود يهمنا نعرف اخر تطورات الموقف بالنسبه لهم. بالظبط يا احمد، يعني انت واضح ملم جدا بمتابعه هذا الامر، ان بالفعل كان في جلسه ما بين مستر ريني فايلر ودكتور خالد محمود طبيب الفريق. وانا كان ليا جلسه مع الحديث مع دكتور خالد محمود يعني عقب انتهاء المران. النهارده السلية كان بيأدي مران، يعني نقدر نقول البرنامج التأهيلي بتاعه كان بيجري بجري حول الملعب، خلاص بيدخل في المراحل الاخيره من البرنامج التأهيلي. وبالنسبه لحسين الشحات ومحمد محمود كان الاثنين
الاثنين في البرنامج التاهيلي مع الدكتور محمد النجار. يعني عايز اقول لك برضو امر مهم جدا ان الدكتور خالد يعني صرح لنا تصريح ان معدل الاستجابه للاعبين والاستجابه العضليه والالتزام اللاعبين هيقلل المده الزمنيه اللي كان تم الاعلان عنها مسبقا. يعني اقدر اقول لك ده بشبه بصوره مؤكده عقب لقاء الاتحاد ان شاء الله السوليه وحسين الشحات هيكونوا موجودين مع النادي الاهلي في المران الجماعي. يعني انا لما اتكلمت مع الدكتور خالد قال لي بالظبط، قال لي خلاص المعدل الزمني للعيبه اقل بكتير من اللي احنا يعني اقل من اللي كان تم اعلانه خلال اسبوع 10 ايام بالكتير. يعني ان شاء الله زي ما قلت لك عقب لقاء الاتحاد ثم لقاء عقب لقاء الاسماعيلي والاتحاد ان شاء الله هو لقاء الاتحاد الاخير هيبدا السوليه وحسين الشحات يكونوا موجودين في مران الفريق اللي ممكن يتأخر اسبوع كمان هو محمد محمود، لكن السوليه حسين الشحات اسبوع 10 ايام ان شاء الله يكونوا موجودين في مران الفريق. ايضا من ضمن النقاط المهمه جدا اللي كانت موجوده في المران النهارده يا احمد، مستر ريني فاير اختص قفشه شويه بحديث مع قفشه في حضور الدكتور عمرو محب المترجم، وحاول ان يعني انت زي ما انت عارف احنا لغه الكوره ولغه الاشاره بتتفهم. وده اللي احنا اكدنا عليه عقب المران ان حاول ان هو يركز مع قفشه شويه على الاختراق من العمق. يعني كان كلامه مع قفشه ان حاول يخترق من العمق شويه، يحاول ان هو يبقى فيك ينوع ما بين التمرير العرضي والتمرير الطولي، وان بلاش المشي الكتير بالكره بعرض الملعب، يبقى تمرير الاختراق من عمق الملعب. دي من اهم النقاط اللي ركز عليها مستر ريني فايلر مع قفشه عقب المران، وجلسه امتدت لاكثر من 10 دقائق. صحيح، أنا بشكرك شكرا جزيلا زميلنا فاروق صلاح من ملعب التتش. دي كانت آخر أخبار تمرينة النادي الأهلي، واللي عرفنا أنه أتوبيسه بالفعل اتحرك من لحظات على اسكندرية عشان يدخل فيه معسكر بقى لغاية ماتش بكرة إن شاء الله اللي هيتلعب على استاد الماكس. أنا بيتهيالي أنه ويمكن برضو إحنا ملاحظين أن مستر فايلر في الماتشين الأخرانيين يا سارة ابتدى بيلعب بادجي ومروان مع بعض، وانا شايفه الموضوع ده بيثبت كفاءته يوم عن يوم يا احمد، وحاسه انه بيأثر عليهم هم الاثنين كمان بشكل ايجابي. طب سؤال ليكي بقى والجمهور الاهلي، لا سؤال لا، هل تعتقد ان دي الطريقه اللي بيفكر مستر فايلر ان هو يلعب بيها ماتش الوداد في افريقيا، ولا دي الطريقه اللي بتناسب التشكيله او المجموعه اللي جاهزه معاه في الوقت الحالي فبيحاول يلعب بـ 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 يعني بالطريقه الامثل طبقا للامكانيات المتاحه او الاوراق المتاحه؟ هو زي ما انت بتقول هو طبقا للامكانيات المتاحه هو بيلعب كده، بس لو الموضوع ثبت كفاءته بشكل كبير ليه مش هيلعب بيه في افريقيا؟ يعني ممكن يكون مش دي خطته في افريقيا، بس لو ثبت كفاءته انا بقول لك انا شايفه ان يوم عن يوم هو بيثبت وجهه نظره انه بيلعب بمروان وبادجي، بقول لك بحس انه بيأثر عليهم هما الاثنين على ادائهم هما الاثنين كافراد بالايجاب. يعني اتمنى، وان كان ده بيطرح علامات استفهام كتيره جدا لو بنتكلم كوره، هل هنلعب مع الوداد على ارضه في المغرب باثنين فراوده؟ هل مستر فايلر باني خطته على انه يهاجم الوداد في ملعبه؟ ده بيطرح اسئله كتيره جدا. برضو الحقيقه الراجل لازم نبقى مقدرين تماما انه طبيعي جدا اي مدرب بيحاول يلعب بالطريقه او الفكر اللي تناسب الورق المتاح ليه. يعني اذا كان انا عندي قصور في الاجنحه فممكن اضطر ان انا العب باثنين روس حربه زي مروان وبادجي، لو الاجنحه موجوده هل ممكن ده يعدل من طريقه اللعب؟ طب لو الفرقه خدت في اخر 3 4 ماتشات كوره او طريقه لعب او اسلوب لعب مختلف عن الاسلوب اللي انا هلعب بيه في المغرب، ازاي ممكن اكون عندي مساحه ان انا اعودهم على طريقه اللعب او اجرب طريقه اللعب؟ كل دي اسئله وعلامات استفهام طبعا هتبان بدايه طبعا في الماتشات اللي جايه في الدوري، يعني ماتش الحرس وراه ماتش الاسماعيلي، والاثنين ماتشات اعتقد المنافس فيها هيدي مساحه للعيبه ومساحه للجهاز الفني انه يعمل تقييم حقيقي للطريقه الامثل او الانسب لمواجهه الوداد. طيب انا هقول لك قائمه الاهلي تاني لماتش بكره يلا. وانت هتقولي التشكيل زي كل مره. ماشي، محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير، ياسر ابراهيم، رامي ربيع، ايمن اشرف، علي معلول، محمد هاني، احمد فتحي، ديانج، حمدي فتحي، محمد مجدي، قفشه، واحمد الشيخ، وجيرالدو، وجونيور اجاييه، ومروان محسن، ووليد سليمان، وبادجي، ومحمد شكري، وعربي بدر، ومحمد فخري. هبتدي طبعا بالشناوي، مفيش نقاش. ربيع وياسر ابراهيم، علي معلول، محمد هاني، ديانج، حمدي فتحي، قدامهم قفشه، والعب ابتدي بالشيخ لانه الشيخ انا حاسس انه جاي، يعني الشيخ ماتش عن التاني الحقيقه الراجل ده عنده كوره، يعني الماتش اللي فات صنع اكتر من هجمه انا بيتهيالي انه في الشوط الاول كمان انه الشيخ محتاج يشتغل على نفسه منتلي، يعني الشيخ لو هنا
بقى في نفس مستوى كفاءته من ناحية المهارية والفنية، الشيخ يروح في حتة تانية، يحط نفسه بين لعيبة مصر في حتة تانية خالص. بادجي ابتدي بيه راس حربة، وهلعب بقى جاييه اللي بتمنى أشوفه زي ما جه النادي الأهلي. هتلعب بادجي ومروان مع بعض؟ يعني شايف أنه لا، ممكن أحتفظ بمروان ورقة استخدمها في وقت من الاوقات، خصوصا انه يعني بادجي الفتره اللي فاتت كمان عامل شغل كويس. صعب اقعد بادجي دلوقتي، يعني ابقى بظلمه كتير جدا لو قعدت بادجي على الدكه ما ابتديتش بيه في الفتره الحاليه. بس انا حقيقه مبسوطه جدا يا احمد، فكره ان مروان بالرغم من كل الانتقادات اللي تعرض لها الفتره اللي فاتت وخصوصا بعد مباراه الزمالك، الا انه قدر ان هو يتخطى الانتقادات دي ويظهر بشكل كويس المباراه اللي فاتت ويجيب جون حتى بعد ضياع ضربه الجزاء. يعني قدر ان هو يثبت نفسه، ان هو مش سهل ابدا ان حد يتعرض لانتقادات وضغط كبير في شغله سواء كان لاعب كره او اي حاجه، ويقدر ان هو يعدي ده. طبعا طبعا، اكيد بالتاكيد تحسب لمروان، واللي جاي محتاجين منه كتير، واعتقد انه عنده فرصه كبيره جدا يقدم بيها نفسه بشكل يتناسب مع حجم الامكانيات، وامكانيات كبيره ما حدش يختلف عليها لاسم مروان محسن في الفتره اللي جايه. خدي بالك، الاهلي لو قدر ينجح السنه دي في ان هو يحقق بطوله افريقيا، اعتقد رصيد كبير جدا هيضاف لهذا الجيل من اللعيبه، وصفحه جديده تتفتح بقى من بدايه الموسم اللي جاي، وخصوصا طبعا انه الاهلي اعتقد في الموسم القادم هيظهر كمان بشكل افضل بكتير. بس نتمنى انه يبقى موسم مستقر، يعني ان شاء الله باذن الله المشكله بتاعت السنه دي، مشكله كورونا وتوقف المسابقات، ما يتكررش السنه اللي جايه. نروح لمعضله او مشكله جديده. حضراتكم عارفين انه الفيفا كان مد الفتره اللي بتعمل فيها اللجنه الخماسيه المسؤوله عن اداره اتحاد الكوره لغايه 30 نوفمبر، عشان طبعا مشكله التوقف بتاع المسابقات والى اخره. ده منع او ما مكنش اللجنه من انها تتم المهام المنوطه بيها او تحقق الاهداف اللي حددها الاتحاد الدولي لكره القدم. وبالتالي الحقيقه الاتحاد الدولي يمكن ارسل خطاب للجنه الخماسيه من كذا يوم، يعني تحديدا يوم 31 اغسطس الاخير، كان بيتكلم فيه او بياكد فيه على ضروره انه انتخابات الجبليه تقام في موعدها عشان يتم اختيار مجلس اداره منتخب لاتحاد الكوره قبل يوم 30 نوفمبر. والخطاب كمان في نهايته تضمن تحذير انه يجوز للاتحاد الدولي انه يوقع عقوبات على اتحاد الكوره في حال التاخر من قبل اللجنه الخماسيه على انها تنهي الملفات المطلوبه منها قبل نهايه فترتهم او نهايه التمديد بقى في يوم 30 نوفمبر اللي جاي. والحقيقه يمكن من ضمن التكليفات زي ما اتكلمنا قبل كده انه يتم اعداد التكليفات المفترض انه اللجنه الخماسيه تقوم بيها، انه يتم اعداد لائحه جديده تتسق مع النظام الاساسي للاتحاد الدولي لكره القدم، وكمان من مهامه انه يتم تقليص عدد الجمعيه، اعضاء الجمعيه العموميه. انا بعتقد انه ما عنديش ارقام دقيقه يعني، لكن اذا الذاكره ما خانتنيش احنا بنتكلم على عدد بيتخطى ال 200 عضو او 220 عضو في من اعضاء الجمعيه العموميه اتحاد الكوره، وبالتالي مفترض انه العدد ده هينزل تقريبا في حدود 95 او 100. في نص الرساله ختام او ختام نص الرساله هقرا لحضراتكم نصه، بيقول طبقا لما ورد علي، ده في نهايه الرساله طبعا، نحذر من ان الفشل في اتمام تلك المهام سيكون نتيجه لرفع الموضوع للجان المعنيه بالاتحاد الدولي لكره القدم الفيفا لاتخاذ خطوات عقابيه اخرى. نشكركم لتعاونكم في العمليه الحاليه وننتظر ردكم العاجل الموجه لنا. نروح بقى يا احمد للاتحاد الافريقي، واللي علق على قضيه فقدان عدد من الكؤوس والميداليات اللي كان احمد بيتكلم عنها وابرزها نسخه كاس الامم الافريقيه، وقال الاتحاد الافريقي ان هو عارف التقارير الصادمه بشان فقدان ألقاب كأس الأمم الإفريقية من الاتحاد المصري لكرة القدم. الكاف قال في رسالته إن أبوابه مفتوحة للمساعدة، وإن هو يمكن الاتحاد المصري أو يمكن الاتحاد المصري الاعتماد على مساعدتهم في البحث والعثور على الكؤوس دي اللي لا تقدر بثمن. طبعا الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة قال إن في لجنة موسعة هتقوم هيتم تشكيلها علشان تقدر إن هي تبحث عن الكؤوس دي، وقال إنه في أقرب وقت هنوصل للنتائج وهيكون في تقارير بالنتائج اللي هتطلع دي وهيعرفوا الناس بيها أول بأول. هو يعني بمجرد ما الواحد بيتلقى الخبر يعني كم من الأسئلة وعلامات الاستفهام التي لا حصر لها. يعني بداية هو الموضوع ده تم اكتشافه بالصدفة،
ولا تم اكتشافه نتيجة عملية جرد، ولا تم اكتشافه نتيجة انه في مراقبة او جهة رقابية من نوع ما قامت بعملية حصر. ده نمرة واحد. نمرة اتنين، لماذا لم تكتشف عملية فقدان هذه الكؤوس من فترة طويلة، علما بانه في كؤوس خدناها من 2010 و2011، يعني الموضوع بنتكلم في 10 سنين فاتت. ثانيا، فين مسؤولية الاتحادات المتعاقبة على تولي مسؤولية اتحاد كرة القدم؟ يعني انا اعتقد انه اي حد بيجي في موقع مسؤولية ضروري ان يبقى فيه عملية تسليم وتسلم. انا كنت في موقع المسؤولية وبسلم المسؤولية لحد جديد او مجلس جديد او لجنة جديدة، مفترض ان انا بسلم كل ما كان في عهدتي للمسؤول الجديد. ازاي ده ما حصلش طول الفترات السابقة؟ علامة الاستفهام الاكبر هي الحاجات دي راحت فين؟ والحقيقه حاله المهاترات اللي حاصله حوالين الموضوع ده ما بين تصريحات للاعيبه كوره ومديرين فنيين ومسؤولين سابقين في الاتحادات بتدل على عشوائيه شديده جدا في اداره واحد من اكبر واقدم اتحادات الرياضيه مش في مصر، على مستوى قاره افريقيا الحقيقه. على كل الاحوال نتمنى ان اللجنه طبعا تصل نتيجه ويتم اعلانها في اسرع وقت ممكن. طيب نروح لفاصل ونرجع لحضراتكم مرة تانية، أنا وسارة أو سارة بقى ترجع لحضراتكم مرة تانية في السادسة مساء. تابعونا بعد الفاصل. عن بشكل يومي قضية ميسي، كل الجديد في قضية ليونيل ميسي نجم برشلونة، القضية اللي شغلة الناس كلها والعالم كله والشارع الرياضي تحديدا، وهي رحيل ميسي وأزماته الأخيرة مع برشلونة. امبارح كان آخر كلام قلنا لحضراتكم منه خلاص ميسي أعلن بقائه مع برشلونة موسم كمان قبل ما يرحل بشكل مجاني، وده طبعا علشان اللاعب كان عايز يتفادى أي مشاكل أو دخول في مسائل قانونية أو محاكمات، وهو زي ما قلنا لاعب مسالم وملوش في الكلام ده. بكره مفروض ان ميسي يظهر مع برشلونه في التدريبات بشكل طبيعي جدا. عشان نتكلم اكتر عن الموضوع ده معانا الصحفي بايجيبت توداي محمد سلطان، برحب بيك في برنامج السادسه. ازيك يا ساره، وانا مبسوط جدا ان انا موجود معاك في قناه النادي الاهلي. احنا مبسوطين اكتر. قول لنا بس الاول رايك كده في قرار بقاء ميسي في برشلونه، واللي هو قاله يمكن بطريقه شويه مثيره للجدل، ان هو قاعد بس لمجرد انه ما يحصلش مشاكل، لكن رغبته هي كانت الرحيل، ووصف كمان الاداره بان هي كارثيه. اعتقد ان كل جماهير نادي برشلونه سعيده بالقرار اللي اتخذه ليونيل ميسي. قرار رحيل ليونيل ميسي قرار صعب على كل الجماهير وعلى النادي الكتالوني، وقرار هز العالم خاصه بعد الهزيمه اللي تعرض ليها برشلونه بثمانيه امام بايرن ميونخ في دوري ابطال اوروبا. اعتقد ان ليونيل ميسي قراره بالبقاء زي ما هو قال هو قرار عاطفي من ليونيل ميسي اللي مش عايز يروح هو وبرشلونه ويقفوا قصاد بعض في المحكمه ويتكلموا عن العقد وعن هل هو من حقه زي ما هو بيقول ان هو يمشي السنه دي مجانا، او زي ما برشلونه بيقول ان لازم يندفع الشرط الجزائي المقدر ب 700 مليون يورو. اعتقد ان في نهايه الامر بقاء ليونيل ميسي سيكون في مصلحه فريق برشلونه. ليونيل ميسي هو اهم لاعب في تاريخ النادي واهم لاعب في تاريخ الليجا. اعتقد ان حتى بقاء ميسي ولو لمده سنه يعطي الفريق ويعطي الليجا الوقت ان هم يفكروا في ازاي سيتم تعويض غياب ميسي او رحيل ميسي. لن يؤثر فقط على برشلونه ولكنه سيؤثر بالسلب على صوره الليجا وعلى متابعه الليجا على مستوى العالم. طيب شايف انه ميسي هيعرف يتعامل مع كومان بعد كده، رونالد كومان المدير الفني الجديد، خصوصا انه كان في كلام يعني انه اتعامل معاه بشده في الاجتماع اللي حصل بينهم، وكنا شفنا تصريح من كومان ان هو زي ما ميسي في خططه بس بيقول انا مش عايز حد في برشلونه، هو اصلا مش عايز يفضل في برشلونه. بكل تأكيد كومان شخصية قوية على مستوى التدريب. الرجل قادم من تجربة رائعة مع المنتخب الهولندي، استطاع قيادته فيها إلى كأس الأمم الأوروبية بعد فترة من التراجع للمنتخب الهولندي. في نفس الوقت الأزمة اللي مر بها ليونيل ميسي، وأعتقد أن جزء منها كان يعني تم يعني ليونيل ميسي كان واخد قراره بالرحيل، وهو قال ده امبارح أن هو كان واخد قراره بالرحيل من قبل كده، ولكن القرار ده تم تفعيله بعد جلسة ليونيل ميسي مع رونالد كومان زي ما قالت أغلب الصحف الأسبانية. لكن في النهاية ليونيل ميسي وضح امبارح أنه سيعطي كل شيء لبرشلونة كما فعل دائما، أن الخلافات اللي موجودة خلافات ليس لها علاقة بالنادي ولكن هي خلافات مع الأفراد المسؤولين عن إدارة النادي. على الجانب الآخر رونالد كومان إذا أراد النجاح في برشلونة فعليه التعامل بصورة جيدة مع ليونيل ميسي، عليه التعامل بذكاء مع واحد من أهم اللاعبين اللي موجودين
في العالم ان لم يكن اهم لاعب على مستوى العالم، وده يتم وده لازم يتم به الذكاء من رونالد كومان. اعتقد ان رونالد كومان مستفيد من بقاء ميسي، هو يضع عليه بعض الضغوطات، ولكن في النهايه كومان مدرب نادي برشلونه، دايما نادي برشلونه معروف انه نادي بيكون فيه ضغوطات كبيره جدا على المدربين، وكومان يعلم ذلك، هو واحد من اساطير النادي، هو صاحب الهدف الذي توج برشلونه باول بطوله دوري ابطال اوروبا في 92. لكن في النهايه القرار بقاء ميسي سيكون في مصلحه، اعتقد سيكون في مصلحه النادي، وحتى يعطي الفرصه لبرشلونه اذا اراد ميسي الرحيل مع نهايه الموسم، يعطي الفرصه لكومان ويعطي الفرصه لبرشلونه لاعداد خطه بديله في حاله غياب ميسي، رغم ان كل الخطط لا تستطيع توجد خطط تعويض غياب ليونيل ميسي عن برشلونه. أكيد بقاء ميسي في مصلحة برشلونة، لكن مش في مصلحة جريزمان يا محمد. يعني جريزمان كان هيبقى نجم الفريق يعني في حال عدم وجود ميسي. دلوقتي في تقارير كتير بتقول إن أندية، ثلاث أندية في الدوري الإنجليزي عايزة تتعاقد مع جريزمان اللي هيبقى أكبر المتضررين من بقاء ميسي. هو أصلا فكرة التعاقد مع أنطوان جريزمان كانت في البداية فكرة غريبة، لأن أنطوان جريزمان زي ما احنا تابعناه سواء مع ريال سوسيداد أو مع أتلتيكو في آخر سنينه مع ريال سوسيداد ومع أتلتيكو مدريد وكذلك مع المنتخب الفرنسي، ويلعب تقريبا في نفس الأماكن اللي بيلعب فيها ليونيل ميسي، مناطق تأثيره هي تقريبا نفس المناطق اللي موجود فيها ليونيل ميسي. هي المشكلة ليست شخصية بين ميسي وبين جريزمان، ولكن المشكلة في فكرة أن جريزمان يجب حتى يتألق يجب أن يلعب في أماكن هي أصلا أماكن النفوذ والتأثير لميسي في الملعب. اعتقد ان بعد رحيل ميسي او مع الاحاديث اللي كانت بتقول ان ميسي خلاص هي دي اخر سنه في عقده، تنفس جريزمان الصعداء زي ما بيقولوا، وقرر ان هو او كان قال له مدرب الفريق رونالد كومان ان هو هيلعب في المكان الذي كان يلعب فيه في اتلتيكو مدريد، وبالتالي اعتقد ان كان جريزمان هيؤدي اداء افضل وتظهر فعلا امكانياته الكبيره بعد موسم اول سيء مع برشلونه. لكن في النهايه هل يرحل جريزمان مع كلام عن رحيل لويس سواريز؟ هل يستطيع كومان ان يضع كل من ليونيل ميسي وانطوان جريزمان في خطه واحده؟ الموسم اللي فات فشل في البردي وكذلك فشل في كيتيكان، لكن كومان في الاول وفي الاخر هو واحد من المدربين اصحاب الافكار التكتيكيه الجيده على مستوى العالم، واعتقد ان هو ممكن بطريقه ما انه يجد مكان لجريزمان في تشكيله برشلونه دون التاثير على ميسي ودون التاثير على جريزمان. طيب هل تتوقع ان ميسي يكون موجود مع برشلونه السنه اللي جايه بعد نهايه عقده؟ والله اعتقد دي تتوقف صوره كبيره على حاجتين، الحاجه الاولى اداء الفريق السنه دي، وهل فعلا كومان قادم وله مشروع رياضي، ودي حاجه انا اشك فيها شخصيا، اعتقد ان ما فيش اي مشروع رياضي في برشلونه كما ذكر ليونيل ميسي في اللقاء بتاعه. في الناحيه الثانيه كمان هتتوقف على الانتخابات، برشلونه وبرتوميو اعلن ان الانتخابات هتكون في مارس، ده معناه ان بنهايه الموسم هنكون عرفنا هل برتوميو مكمل ولا في حد ثاني هيكون موجود، هل الشخص اللي هيكون موجود على راس برشلونه على راس اداره برشلونه هينجح في اقناع ميسي في البقاء في برشلونه. لكن اذا ميسي اتخذ القرار مره فاعتقد ان هو قادر على اتخاذه اكثر من مره. الموسم القادم ميسي ترحل مجانا، الانديه بتكون تعافت بصوره كبيره من ازمه كورونا وتاثيراتها الماديه، وبالتالي تستطيع عديد الانديه على مستوى العالم على راسهم مانشستر سيتي مانشستر يونايتد باريس سان جيرمان ستستطيعوا التعاقد مع ليونيل ميسي وتوفير الاموال للتعاقد معاه. لكن في النهايه قرار وجهه نظري يتوقف هل ميسي سيكون سعيدا في برشلونه على المستوى الرياضي على مستوى اداء الفريق، هل ينجح برشلونه في التعافي من كل الازمات اللي مر بيها ويقدر يقدم موسم جيد؟ اعتقد في حاله تقديم موسم جيد ميسي ممكن يفكر في البقاء في برشلونه. طيب احنا من الحاجات اللي طلعنا منها برضو من الازمه دي ان اداره برشلونه اللي وصل للناس مش عارفه تتعامل مع اللاعبين الكبار، سواء كان في مشكله ميسي او كمان في مشكله سواريز والطريقه اللي سواريز اتبلغ بيها ان هو مش هيكون في الفريق. كده الصوره وصلنا صح؟ هل اداره برشلونه هتعرف تتعامل مع اللعيبه الكبار الفتره اللي جايه؟ هناك أزمة كبيرة بين بارتوميو وبين إدارة بارتوميو وبين اللاعبين الكبار بدأت من أكثر من 5 أو 6 سنوات. بارتوميو وإدارته يريدون أن يكونوا النجوم في برشلونة، هم الأساس اللي قايم عليه الفريق، النجاحات اللي بيحققها الفريق تنسب ليهم، بدل من أن النجاحات التي يحققها الفريق حتى الآن بتنسب إلى لابورتا وبتنسب إلى جوارديولا وبتنسب إلى طريقة اللعب المنسوبة لكرويف قبل كده. بارتوميو ما بيفكرش بالطريقة دي، بارتوميو عاوز يكون هو النجم، وبالتالي تعامله مع اللعيبه الكبار في برشلونه اثبت فشله. اللعيبه الكبار في برشلونه يحصلون على ما يريدون من اموال، لكنهم يصبروا في كل مره عدم احترامهم للاداره وعدم احترامهم لشخص بارتوميو. اعتقد ده ظهر في حديث بيكيه بعد الخساره من بايرن ميونخ لما قال انا مستعد
لكل ما تريده الجماهير، مستعد ان انا اكون ان انا ارحل من النادي لو الناس حابين كده. لكن هو قال لكن المشكله في برشلونه ليست لها علاقه فقط باللاعبين وبالجهاز الفني، كان يشير الى ان المشكله اداريه من الدرجه الاولى. ميسي ايضا تحدث بذلك ان برشلونه النادي المعروف دائما مش دائما ولكن مع بدايه الالفيه معروف ان برشلونه عنده مشروع، عنده عواميد واضحه للمشروع ده، الاعتماد على الاكاديميه، الاعتماد على طريقه لعبه معينه، كل هذا تم تدميره تحت قياده بارتوميو، والنادي فقد البرستيج بتاعه اللي كنا بنتكلم عنه دايما عن فكره ان نادي برشلونه وانه حلم كل اللاعبين. اعتقد ان ده تغير بالنتائج السلبيه وبالمشاكل اللي ظهرت دايما مع هذه النتائج من اول روما مرورا بليفربول وفي النهايه في لشبونه. بشكرك جدا الصحفي بإيجيبت توداي محمد سلطان، وهتفضل طبعا أزمة برشلونة مستمرة لحد ما نشوف الشكل الجديد اللي هيبقى عليه الفريق مع رونالد كومان ومع التغييرات اللي بتحصل. يعني هنشوف الفترة اللي جاية، أكيد كل مشجعي برشلونة نفسهم يشوفوا الفريق بقى بشكل تاني بعد الأزمات اللي حصلت الفترة اللي فاتت، وآخرها كانت فضيحة بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا 8-2. كمان معانا خبر عالمي أو خبرين مهمين جدا هنلقي الضوء عليهم مع حضراتكم، وهي إن فريق برشلونة برضو أجرى امبارح تدريباته بمشاركة سواريز وفيدال وكوتينيو في انتظار طبعا التحاق ميسي بعد قراره البقاء في النادي. سواريز رغم التقارير اللي بتأكد ان هو توصل لاتفاق مع يوفنتوس وقرار المدرب الجديد طبعا ان هو يستغنى عنه، لكن كان حاضر في التمرين. فيدال كمان من المستبعد جدا بقائه في النادي الفترة اللي جاية بعد تداول اخبار عن توصله طبعا لاتفاق مع انتر ميلان، بس برضو شارك بشكل طبيعي جدا مع كوتينيو العائد من البايرن. 15 مليون استرليني دول شرط ليفربول علشان رحيل فينالدوم. مسؤولو نادي ليفربول اشترطوا 15 مليون جنيه استرليني مقابل الاستغناء عن الهولندي فينالدوم لاعب خط الوسط لنادي برشلونة الإسباني بداية من الموسم اللي جاي وده خلال فترة الانتقالات. طبعا الهولندي رونالد كومان مدرب فريق برشلونة الإسباني الجديد طلب من إدارة برشلونة أنه هو يضم فينالدوم نجم وسط ليفربول الصيف ده. صحيفة ماترو الإنجليزية قالت أن ليفربول حدد السعر اللي طلبوه، هم عايزين 15 مليون جنيه استرليني مقابل ان هم يتنازلوا عن خدمات اللاعب الهولندي اللي هينتهي طبعا عقده مع ريدز في يونيو 2021. الصحيفة كمان اضافت ان برشلونة عايز يضم اللاعب مقابل 10 مليون جنيه استرليني بس، خاصة ان هم في وضع مالي طبعا صعب بسبب الازمة اللي تعرض لها برشلونة بسبب فيروس كورونا. طبعا كومان كان قال قبل كده ان هو من لما كان مدرب كمان قبل كده قبل ما يمسك برشلونة قال انه فينالدوم يعني لاعب خط وسط قوي جدا وليه امكانيات متعدده وان هو بيقدر طبعا يلعب بشكل جماعي وما عندوش حته الانانيه بتاعت انه انا الاول والاخير وانا اهم لاعب، وده بيريحه جدا لانه كومان بيفضل طبعا اللعب الجماعي ومحدش يحب ابدا يبقى فيه لاعب اناني في الفريق، وهو بيشوف ان دي من اهم ميزات فينالدوم. لو هنروح ليوفنتوس، يوفنتوس بيسعى لاستعاده موراتا. طبعا برانشيني وكيل اللاعبين فجر مفاجاه من العيار الثقيل وقال ان نادي يوفنتوس بيحاول استعاده مهاجمه السابق الفارو موراتا من اتلتيكو مدريد الصيف ده. يوفنتوس بيسعى لضم مهاجم جديد زي ما احنا عارفين وبيتفاوض مع لاعبه هيجوايين لفسخ عقده بالتراضي. وافادت كمان عده تقارير صحفيه اسبانيه وايطاليه ان لويس سواريز مهاجم برشلونه وافق ان هو ينضم ليوفنتوس بعقد لمده عامين بالاضافه طبعا لخيار التمديد لعام ثالث وبراتب سنوي 10 مليون يورو. برانشيني قال الحقيقه لاذاعه ايطاليه ان هو مش بيعتقد ان مهاجم يوفنتوس اللي جاي هيكون كين او سواريز او كافاني، واضاف كمان ان هو بيعتقد ان يوفنتوس هيسعى لاعاده موراتا. طبعا احنا عارفين ان يوفنتوس تعاقد مع موراتا من صفوف ريال مدريد مقابل 20 مليون يورو في 2014، بس الميرينجي فعل بند اعاده الشراء مقابل 30 مليون يورو في 2016. موراتا كافح الحقيقه ان هو يستعيد مستواه اللي كان عليه مع يوفنتوس خلال تجاربه مع تشيلسي واتلتيكو مدريد، والروخي بلانكوس عايزين 80 مليون يورو عشان يتخلوا عنه رغم ان يوفنتوس ممكن يقدم لاعبين ضمن الصفقه دي كمان. نروح دلوقتي لفاصل ويرجع زميلي احمد سمير يكمل برنامج السادسه. اهلا وسهلا بحضراتكم مره ثانيه في السادسه، بيشرفنا واحد من نجوم اللي لبسوا الفانيله الحمراء، والحقيقه زي ما قلت لكم دايما من الصعب جدا بل من النادر او قول من المستحيل انه يكون في حد لعب في نادي الاهلي وما كسبش بطوله واثنين وثلاثه.
كابتن صديق جمال احد نجوم النادي الاهلي في نهايه الثمانينات واوائل التسعينات، ضيفنا في السادسه مساء. اهلا بيك يا كابتن صديق. اهلا بيك كابتن احمد، شرفنا ونورنا. الله يخليك، ده شرف لينا، ومبروك التجديد قناه الاهلي. الله يبارك في حضرتك. وبالمناسبه خليني اقول للناس انه كابتن صديق جمال احد المسؤولين او اعضاء، عضو من اعضاء اللجنه المشرفه على اكتشاف المواهب، وده موضوع هنتكلم فيه بالتاكيد لانه في غايه الاهميه في زمن الحقيقه عزت فيه المواهب او ندرت فيه المواهب بشكل كبير. ثقتي ويقيني انه ال 100 مليون فيهم كتير زي بيبو ومحمد صلاح وابو تريكه ووليد صلاح الدين وحازم امام وعبد الستار صبري. المهم العين اللي تكتشف، والاهم العين والايد اللي تقدر ترعى وتنمي الموهبه دي وتوصلها انها تكون موهبه عالميه. اهلا بحضرتك مره ثانيه كابتن صديق. اهلا بيك كابتن احمد. قبل ما ندخل بس في اللجنه ونتكلم في الموضوع، خلينا نرجع كده بالذاكره لورا. انت لعبت الاهلي ثلاث مواسم على ما اتذكر. أيوة. في 88 ابتديت مشوارك مع نادي الاهلي، تحكي لنا كده ازاي الاول قبل ما تلعب في نادي الاهلي وتلبس تيشيرت نادي الاهلي كان ايه النادي الاهلي بالنسبه لك، وازاي جت الفرصه انك انت تنضم بقى لسكواد الاهلي؟ طبعا النادي الاهلي حاجه كبيره جدا وطموح اي حد بيمارس كره القدم في مصر، وكان طبعا شرف ليا ان انا الحمد لله ارتديت تيشيرت النادي الاهلي ومثلت النادي الاهلي في عده بطولات. طبعا كنت سعيد جدا بانضمامي للنادي لان كان حلم حياتي يعني. أيوة. انا كنت بدايتي كانت في البلاستيك، والحمد لله كابتن انور سلامه هو بصراحه كان اول واحد اكتشفني يعني، وجابني على النادي الاهلي، وجي مستر فايتسا هو اللي ضمني للفريق. والحمد لله من ساعه ما جيت النادي الاهلي وانا كان ليا مشاركات مع الفريق، وكان فريق قوي جدا 88 89 كان فيه عناصر مميزه جدا، ولعبت النادي الاهلي على مر العصور والاجيال كلها. طبعا اي حد يبقى متواجد بيبقى جدير ان هو يكون موجود في النادي. مين فرقتك كابتن صديق؟ مين كان بيلعب معاك في الفريق؟ حدث ولا حرك بقى طبعا. مع حفظ الالقاب كباتن كان كابتن ثابت رحمه الله عليه، الله يرحمه. كان اخر سنه كابتن اكرامي، كابتن شوبير، وبقى اللاعبين بقى كباتن طاهر ابو زيد وعلاء ميهوب، ربيع ياسين، كان حسام ابراهيم. ايوه حسام ابراهيم كان في اولهم لسه. هاني رمزي كان لسه صغير. هاني رمزي برضه في اوله. وعادل 90 ده. عادل عبد الرحمن وعمر. أيوة. وعبد الجليل، وكان في لعيب ضياء السيد وعلاء عبد الصادق حماده صادق. كنت انا الوحيد اللي من بره الناس. معلش ما خفتش انه خطوه انتقالك للاهلي في وسط الاسماء والنجوم، انت بتتكلم على عمالقه يعني كل واحد في مركزه يعني، ما خفتش ان ده ممكن يكون في فرصه انك ما تلعبش او يعني ما تظهرش مع الفريق الاول؟ هو مش فرصه ان انا ما العبش، انا كنت خايف ان انا ما اجيش لان الموقف كان صعب جدا. أيوة. طبعا ما جيت من نادي بلاستيك، انا شايف فريق النادي الاهلي صعب جدا حد كان يلعب في وسطيهم. يعني دي برضو من الحاجات اللي ربنا كان توفيق كان حليف يعني. ان اكون متواجد مع المجموعه دي. اللعيبه كويسه جدا كلهم طبعا، ثلاث ارباعهم كان منتخب مصر. فلما جيت ساعات في ظروف كده بتخدم في كره القدم، محطات كده في حياه الواحد، ان برضو كان السنه دي الاولانيه كان اسامه عرابي كان مصاب. قعد سنه كامله كان مصاب، فانا اصلا بلعب راس حربه. فلما جيت مستر فايتس شافني. انت جاي من البلاستيك فيرويد. وانت راس حربه فيرويد. صريح يعني. نمره 9. كابتن انور ضمني لمنتخب القاهره، كان زي المنتخب الاولمبي كده، كان فيه لعيبه كتير كويسه، ولعبت ثلاث ماتشات في الدول العربيه مع المنتخب دوت. وجيت لما جيت اتمرنت بقى خدت خبرات وخدت الثقه في وسط اللعيبه دي، ففرقت معايا. انا عارف اللعيبه استقبلتك ازاي يا كابتن صديق؟ لا لعيبه النادي الاهلي والله مش عشان ان انا مثلا يعني بقول كده ان انا في قناه الاهلي او عشان انا منتمي للنادي الاهلي، اي حد بيجي من بره النادي بيحس ان هو متواجد بقاله كتير جدا، تحس ان انت زيك زيهم، وبالذات لما انت تتاقلم معاهم وتعرف السيستم وتعرف المبادئ وتعرف النظام بتاع النادي الاهلي ما بتاخدش معاك وقت. على طول بتندمج مع المجموعه، وانا دخلت في مجموعه بقول لك صعب جدا. انت جيت من البلاستيك على النادي الاهلي، لعبت ثلاث مواسم مع الاهلي ورحت بعد كده اتحاد، تهيألي رحت اتحاد اسكندري. وبعد كده احترفت بره، وبعدين لعبت في لبنان. بس جيلك على نقطه النادي الاهلي الفتره دي، ان انا برضو التوفيق كان ربنا موفقني. لا انا هكلمك في الاهلي، انا لعبت بقى، انا هكلمك في الاهلي بس. وانت بتكلمني الدخله او النقله من بلاستيك للاهلي. وبعد كده في تجارب بعدها زي ما قلنا في الاتحاد وبره، احترفت في لبنان. انا عايز اعرف ايه الفرق الاهلي عن منظومه الاهلي كمنظومه، مش بس بتكلم على فرقه الكوره، بتكلم مش فنيا بس، بتكلم عن نادي ككل، عن اي نادي منظومه تاني. كاداره اداريا زي ما قلت لحضرتك، اللي بيخش نادي الاهلي وبيتاقلم معاهم بيعرف
سيستم النادي الاهلي ماشي ازاي ما بيتعبش. زي بيقولوا ايه اللي بيريح بيريح. يعني انت مثلا هترتاح في المكان ده بتريح الناس اللي موجوده، مشيت على السيستم بتاع النادي، قيم مبادئ التزام احتراف قبل ما حد يفكر في الاحتراف. احتراف يعني ايه؟ التزام مواعيد التمرين، التزام في الملعب، في التمرين، الوحده التدريبيه، التزام في المباراه. انت بره كانت ساعتنا 16 ما كانش 18، جوه 16 بتلعب على اساسي الدوري، بتلعب اساسي، موجود ملتزم، احتياطي ملتزم، بره السكور ملتزم. دي بتفرق معاك جامد جدا. لان انت دخلت لقيت المنظومه متكامله من كل النواحي. جت الفرصه انك تلعب ازاي؟ جت الفرصه كان انا لعبت حوالي بتاع 6 ماتشات 7 ماتشات وديه، منهم كان فيهم 3 4 ماتشات اعتزالات. لعبت مع الفرقه الاساسيه، فمستر فايتسا برضه عنده خبرات كبيره، من اعظم المدربين اللي جم مركزك. لا لعبني في ماتشات لعبتها فيرويد، في ماتشات لعبت في نص الملعب ناحيه الشمال. انا بتهيألي في التوقيت ده كان كابتن حسام، كابتن ايمن شوقي، كابتن محمد رمضان. لا كابتن رمضان ما كانش جه اول سنه، ما كانش جه لسه في الاهلي. كان في حسام حسن، ايمن شوقي، طارق خليل. حته اللعب فيرويد او نص ملعب، ما انت برضه لما تكون عندك فنيات وعندك مهاره وعندك سرعات وعندك قوه، الحمد لله كانوا متواجدين فيا. هتلعب في اي مركز المدرب عايزه، بالذات في الثلث الاخراني. ايوه، يبقى انت ملم بالمهام كلها، فدي ريحت المدرب. صحيح. انا اقول لك على البدايه بتاعت اول مباراه، بس الماتشات الوديه جهزتني كويس جدا جدا، لحد ما وقع عليا الاختيار. كان اول مباراه مع المنيا في المنيا. فمستر فايتس بعت لي الاثنين من اعضاء الجهاز الفني، رحمه الله عليه، كابتن احمد ماهر وكابتن مصطفى يونس. فدخلوا لي الغرفه، كنت انا وهاني رمزي نايمين مع بعض في الغرفه يعني. قال لي الخواجه عايزك ضروري. رحت قعدت معاه، كان الاستاذ محسن طنطاوي. قال لي انت هتلعب بكره اساسي، بس الخواجه عايز يعرف منك حاجه معينه. قلت له تحت امرك. قال لي هيلعبك ناحيه الشمال نص الملعب. تقدر؟ قلت له طبعا العب اي حاجه ما عدا الجول، ده فرصه عمري، انا عايز اتحط في السكور. ايوه، فدي كانت البدايه. لعبت ماتش المنيا، لعبت ماتش المنيا، كسبنا 1-0، حسام حسن جاب الجول. لعبت بعديها حوالي 10 ماتشات او 11 مباراه متتاليين، من ضمنهم 3 ماتشات قدام نادي الزمالك. 3 ماتشات قدام الزمالك في شهر 1-2 في الدوري، بس كلهم في نفس المركز يعني. ما لعبتش، لعبت في الشمال بقى، خلاص بقت حتتها جديده. الحته فاضيه، وانا اديت المهام فيها. وتكتيكيا كنت بنفذ كل حاجه للمدرب. انت عارف الاجانب، ايوه، التزام، عندك مرونه تكتيكيه في الملعب بتريح المدرب سواء اجنبي او مصري. بس أيوه، الالتزام اكتر بيبقى مع الاجنبي، بيحب يطبق كل حاجه بحذافيرها. تفرق معاه السنتي، بيفرق معاه. ايوه، عملت اللي انت عايزه، خلاص بقيت رقم واحد عنده. بفضل الله اتحطيت، ما قعدتش ولا ماتش احتياطي مع الخواجه غير ماتش كان مع المصري بورسعيد. كنت قاعد في الماتش ده احتياطي، هو كان رؤيته الفنيه كان بعديها هنلعب الزمالك. بطولات حققتها مع الاهلي يا كابتن صديق. الحمد لله اتشرفت بان انا لقب الدوري ولقب كاس ولقب الافرقه الاسيويه. كان زمان بتلعب الافرقه الاسيويه دي يا بطل، ورجعت والله دلوقتي بنشوف سوبر. ولا لو كان في سوبر زمان وكان في بطولات افرقه اسيويه، الاهلي كان هيبقى عدد بطولات قد كده مره ونص. أيوة، لان الاهلي كان بيتفوق في الدوري في الكاس، فاكيد كان بيوصل للنهائيات والفاينل. فاي حاجه فيها سوبر او فيها مباراه يعني سوبر كاب بطوله، كان الاهلي كان بيحسم 3/4 الحاجات دي. بس الحمد لله طبعا اهم لحظات التالق والتوهج لكابتن صديق مع النادي الاهلي، اهم الماتشات، اهم الاهداف. جبت كام جول مع الاهلي كابتن؟ لا جبت 3 جوان، بس الاهداف ما كانتش كتير. بس اهم المباريات في مسيرتي كانت 3 مباريات بتوع الزمالك. وكان في المقاولين 5-1. وكان في السويس، في السويس كنا لازم نكسب عشان ناخد الدوري العام. ايوه، لان كان في فرق بيننا وبين نادي الزمالك نقطه، واحنا حافظنا على فرق التقدم كالعاده يعني. فالحمد لله حسمنا اللقاء الاخير وكسبنا 1-0 بهدف علاء ميهوب. فطبعا مباراه الزمالك كانت جماهيريه ومباراه مصيريه. أيوة، والاعلام طبعا رغم ان ما كانش فيه السوشيال ميديا زي دلوقتي، بس مباراه الاهلي والزمالك على مستوى مصر ومستوى يعني الدول العربيه كلها كانت فيها اهتمام اعلامي كبير جدا جدا. وبفضل الله كان التفوق. ايه الاختلاف في المنافسه بين الاهلي والزمالك على ايامك، والاختلاف في المنافسه بين الاهلي والزمالك دلوقتي من وجهه نظرك؟ لا، الاهلي الاول المنافسه الاهلي والزمالك كانت اقوى من دلوقتي بكتير. لان الدوري كان بيتحسم في 50 بونت وفي 51. وبتلعب مباراه اخر المشوار ده، مين هيكسب؟ مستني لغايه اخر ماتش في الدوري او اخر جوله في الدوري عشان تعرف مين هيكون بطل. حتى احنا كنا سابقين مثلا نادي الزمالك ب 3 بونت او 4 بونت،
هم معاهم فرقه كانت احسن من اللي بيلعبوا دلوقتي، حدث ولا حرك. زي ما الاهلي كان قوي جدا، الزمالك عنده فرقه كويسه في الفتره دي. ايوه، بدليل فرق النقاط كان يبقى قريب. احنا بنكسب وهم بيكسبوا، نتعادل بيتعادلوا. كان في منافسه قويه جدا جدا، عكس دلوقتي الفرق المستوى. الحمد لله من ايام حتى مانويل جوزيه الاهلي بيحسم اللقب بفرق نقاط كتير، وجاله فتره كان متسيد جدا، يعني يقول لك خلاص الاهلي خد الدوري. حتى لو فرق المباريات لسه فيها نقاط، زي دلوقتي مثلا بقول لك عدد النقاط الحمد لله لصالح النادي الاهلي، بس عدد المباريات اكتر من النقاط، يعني في افانتاج ان اي فرقه تجيب النادي الاهلي. بس انا شايف ان شاء الله من الصعب جدا. احنا عندنا 11 نقطه يا كابتن صديق نحسم البطوله السنه. ما انا بقول لحضرتك، ما انا بقيسها على المنافس او الناس اللي بتنافسك. الاهلي عنده باع طويل في المنافسه وفي حظ البطولات وعنده كفاءات. هو مين المنافس المباشر من وجهه نظرك للاهلي في البطوله الحقيقيه؟ اي حد يكون منافس. اي حد متواجد في الدوري العام. الزمالك الاهلي بيتفوق دائما. دلوقتي اللي قريب من النادي الاهلي الزمالك وبيراميدز. أيوة. وبرده المقاولين عشان ما نفخدش حقه، بس ان شاء الله صعب جدا. هو في ناس بتقول ان المنافسه يعني السيزون ده والمواسم كمان اللي فاتت ما اقدرش ابعد عنها، يعني بقت المنافسه الحقيقيه في البطوله على وصافه الدوري، مش على بطوله، مش على بطوله الدوري، احنا او على بطل الدوري. بنحمد ربنا طبعا، وده توفيق من ربنا ان احنا نكون متفوقين على طول. أيوة. ونكون فرق النقاط لصالحنا ايا كان المنافس. الزمالك بيحترم اي الاهلي بيحترم اي حد بيلعب في بطوله الدوري، من اول اخر فريق اف سي مصر لحد بيراميدز اللي هو يعتبر الثاني الدوري. فدي بتدي برضو ارتياحيه للاهلي ان لما يكون بيحترم الخصم والتزام الاهلي بيتفوق، والحمد لله فرق النقاط مدينا ارتياحيه سواء في المنافسه. كلام كتير يعني رغم انه بالارقام والصوره زي ما حضرتك بتتكلم كده انه الاهلي يغرد منفردا، الاهلي خارج المنافسه، لكن كلام كتير جدا بيحصل على الفرقه، وهجوم في اوقات هجوم. انا مش بتكلم عن انتقاد، انا دايما مع ان انا اسمع اي انتقاد ما دام النقد في اصله هدفه بناء، يعني افترض انا انتقد حد ببقى خايف عليه وعايزه يصلح من وضع معين عشان يبقى احسن. لو بناء برحب بيه. لكن الانتقاد بهدف تعطيل المسيره او بكسر الروح معنويه او تاثير سلبا على مشوار بطل دوري حتى اللحظه وبيمثل مصر في بطوله افريقيا، ده اللي انا ما بفهموش. انا الخصه لك انت. اتفضل. الخص لك في اللي حضرتك تفضلت بيه. هي كان فيها حمله تشويه الفتره اللي فاتت وتشكيك بالنسبه لاستكمال البطوله او الاهلي يبقى البطل، وفي تعطيل في مسيره النادي الاهلي. ده اللي انا ملاحظه الفتره اللي فاتت. وحمله التشويه دي مش من فراغ، ما انت كل ما تكون انت ناجح ومتفوق اكيد هتلاقي فيها حمله عليك. انت لو زيك زي اي فرق الدوري اللي تحت او في النص او حتى ما عندكش الطموح اللي زي عند النادي الاهلي، مش هتلاقي فيه تشويه ولا اي حمله تعطيل عليك، انما انت طالما القطار ماشي انت ما تلتفتش وراك، ومهما يكون في تاثير التاثير ده بيبقى سلبي مش ايجابي، لان النادي الاهلي على تجربتك انت شخصيا كابتن صديق وانت مع الاهلي وانت فزت بثلاث بطولات، لعبت ثلاث مواسم فزت بثلاث بطولات، اللعيبه اوضه اللبس وانتوا جوه الاوضه او مع الجهاز الفني لما بيبقى في اي كلام، فانا عارف طبعا انه زمانكم مختلف، يعني يكفي لا مش مختلف، لا بس اقصد اقول احنا مثلا حجم الضغوط النهارده مثلا اللي بتسببها السوشيال ميديا بس دي ما كانتش موجوده على ايامنا. الضغوطات اكتر من ايامنا. بس الاهلي على ايامنا وحاليا الاهلي بيبقى مركز اوضه اللبس او المنظومه مجلس الاداره. انت حضرتك شوف الاحداث الرياضيه اللي في مصر اللي على السوشيال ميديا والقنوات اللي هي اللي زي بيقولوا المعاكسه او اللي ضدك، كل الكلام او كل الاحاديث او كل واحد بيطلع ينقد من اول رئيس النادي الاهلي والمنظومه كلها لحد فريق الكوره لحد مدير الكوره لحد اللعيبه. الاهلي بيفصل وكل ده ما بيأثرش، بدليل المسيره ماشيه ودليل الاهلي متفوق. الاهلي بيرد عملي في الملعب زي ما احنا قلنا في الاول ان مجلس الاداره بتاعنا مجلس افعال مش اقوال، ما بيتكلموش كتير بس على الارض بيشتغلوا في المنظومه، فتلاقي النجاح مستمر والتوفيق والنجاح حليف النادي الاهلي. فالاهلي ما بيتاثرش، بيفصل اوضه اللبس دي مقفوله. اي مشاكل دلوقتي عشان السوشيال ميديا زادت وفي مشاكل بتبقى على السطح زي ما بيقولوا يعني والناس بتتداولها، بس الاهلي بيبقى طبعا الحمد لله بيسيطر وبيعمل كنترول، بيبقى ملم بالحاجات دي كلها وبنيها في جلسه معينه او في اجتماع او حاجه، لان وارد على كل فرق العالم. بيكهام لما كان في انجلترا اتخانق مع المدير الفني حصل مشكله، بعد ما طلع الموضوع انتهى
بعديها على طول ما فيش حد بيعلق عليه. بس النادي الاهلي عشان صرح كبير ونادي ليه تقله في الشرق الاوسط نادي القرن، اي مشكله صغيره لازم الناس تكبرها. فانا بقول لحضرتك بطمنك من ضمن نجاحات النادي الاهلي ان هو بيفصل الفريق ماشي. حضرتك انا بس متحفظ على المثال بتاع بيكهام ده. لما بنقارن بين منظومه كامله يعني مع كامل احترام طبعا لكل القائمين على المنظومه الرياضيه في مصر، لكن انا مش ممكن اقارن منظومه زي منظومه الدوري الانجليزي والانديه الموجوده في الدوري الانجليزي وسائل الاعلام اللي موجوده في الدوري وحاله الانضباط، واهم من ده كله فكره الثواب والعقاب. يعني كل واحد عارف حدوده فين وحدود حريتك اللي بتنتهي عند حدود حريه الاخرين. لكن احنا عندنا هنا الساحه الرياضيه بشكل عام اصبحت غير مقبوله، اوضاع كثيره جدا فيها غير مقبوله وغير مفهومه في نفس الوقت. الدنيا ملخبطه. انا اديت مثال بيكهام ان ده حدث فردي خلاص الموضوع انتهى. ايوه اوضه اللبس انتهى. احنا عندنا في اي مشكله بتحصل في مصر الناس بتكبر. احنا ما عندناش مشاكل في النادي الاهلي الحمد لله، حدث بسيط والموضوع اتقفل خلاص. فاحنا بنتكلم في الحاجات الايجابيات. فتره النادي الاهلي متفوق فيها دائما هتلاقي زي ما قلت لحضرتك في حملات كتيره عليه، بس الاهلي بيفصل وقافل على نفسه. الفرقه ان شاء الله ماشيه في المسار اللي هو الجيد والمسار الصحيح، والتفوق ده زي ما قلت لحضرتك مش من فرق. احنا بنكمل المسيره في الدوري وباذن الله التفوق لينا فرق النقاط البطوله باذن الله 11 بونت على ارض في الملعب. أيوه. ونحسم اللقب اللي زي ما قلت لحضرتك الناس الاول مش عايزين نلعب بطوله الدوري. ما هو الواحد لو بينافسك وبينه وبينك بونت او زيك كتف بكتف عمر ما يقول لك الغي بطوله الدوري. مش لو في كورونا لو في زلازل لان بينافس، انما انت بعيد الغي عشان الكورونا، الغي عشان مش عارف في مشاكل، الغي عشان في اصابات. الناس كملت، انت متفوق برضه بيحاولوا يشككوا. بس الحمد لله البطوله ماشيه وهتتحسم لصالح النادي الاهلي وباذن الله المسيره ماشيه ان شاء الله. اتكلم معاك شويه عن لجنه اكتشاف المواهب في النادي الاهلي. اللجنه دي بيترأسها كابتن فتحي مبروك صح؟ ايوه. وبتضم في عضويتها حضرتك ومعاك نجوم من نجوم النادي الاهلي. منهم كابتن ياسر ريان، كابتن ابراهيم عبد الصمد، كابتن ابراهيم عبد الصمد، والكابتن امين عرابي، والكابتن مدحت طه، ويرأس اللجنه الكابتن فتحي مبروك. اللجنه دي متسقه مع او بتشتغل بالتنسيق مع قطاع الناشئين ولا بتشتغلوا بشكل يعني منفصل او منفرد عنها؟ لا هي اكيد بيبقى في لجنه اكتشاف المواهب برئاسه الكابتن فتحي مبروك في تنسيق مع قطاع الناشئين. أيوه. بالنادي الاهلي، وزي ما قلت لحضرتك هو القطاع الناشئين جايب مدير فني اجنبي مستر بروكيتش وبيرأس قطاع الناشئين الكابتن خالد بيبو. ففي تنسيق بين الكابتن خالد بيبو وبين الكابتن فتحي مبروك. وطبعا احنا عندنا في النادي الاهلي. أيوه. المنظومه اي حاجه بالنسبه للعمل بيبقى فيه حد على راس الجهاز او على راس المنظومه اللي انت فيها. كابتن فتحي هو اللي بيرأس اللجنه بتاعتنا. هو اللي حاطط الاستراتيجيه للعمل. طب قول لي بس ايه اهم اهداف اللجنه؟ يعني انتوا بتشتغلوا على ايه؟ اهم اهداف اللجنه احنا بنشتغل على اكتشاف المواهب على مستوى محافظات مصر كلها. الحمد لله عندنا كشافين على مستوى مصر كلها. الكشافين بيشوفوا اللعيبه العناصر اللي موجوده سواء براعم ناشئين شباب، حتى لو في حد يحتاجوا الفريق الاول مراكز معينه. واحنا يعني لجنه اكتشاف المواهب دي مش بس بنتكلم على الولاد اللي في سن صغير براعم او ناشئين، احنا ممكن نكتشف اي حد عنده هيفيد النادي الاهلي من بكل المسابقات اللي بتتعمل تحت رعايه الاتحاد المصري لكره القدم، من اول البراعم مثلا منطقه القاهره وناشئين والشباب حتى الممتاز بيه اي حد. أيوه. عنصر كويس عندنا كشافين، والحمد لله بيجي للكابتن فتحي الترشيح. كابتن فتحي بيرشح حد من اداره اكتشاف المواهب بيكون مكلفه يعني مكلف ان هو يروح يتفرج، وبنروح واحد واثنين وثلاثه وبنكتب تقارير فنيه عن اي عنصر بنتفرج عليه وبنقدمها للكابتن فتحي مبروك. كابتن فتحي بالتنسيق مع الكابتن خالد بيبي بيعرضها على قطاع الناشئين، واحنا برضو في رؤيه فنيه لان الرؤيه الفنيه كل اللي موجودين الحمد لله في اللجنه كلهم عندهم خبرات تدريبيه كبيره جدا. تسمح لي كابتن صديق انا اقف عند كلمه اكتشاف المواهب دي لانه يعني في عناصر تكوين البطل بتتكلم على القوة، بتتكلم على السرعة، بتتكلم على لياقة بدنية، بتتكلم على وعي وانضباط تكتيكي، لكن كل ده من الممكن صناعته. يعني من الممكن انه في مدارس كورة تشتغل على كل الجوانب دي فتعوض اي قصور موجود فيها، لكن الموهبة تظل هي
العملة النادرة، الموهبة هي الصناعة الربانية، هي الحاجة اللي تدور عليها وتقدر العين الخبيرة أنها تكتشفها. وانا كنت اتكلمت مع حضراتكم في ده قبل الهواء وقلت لكم انه بالتاكيد ال100 مليون في منهم كتير جدا زي حسام غالي ومحمد صلاح وابو تريكه والخطيب وحازم امام وغيرهم وغيرهم من النجوم اللي عندهم موهبه حقيقيه. ازاي تكتشفها وازاي تقدر ترعاها وتثقلها انها تكون يعني بطل بقى يهمنا طبعا يمثل نادي الاهلي ويفيد منتخب مصر؟ الخطوه الاولى في حته الاكتشاف او انت تتفرج، الحمد لله قلت لحضرتك اللي موجودين في اللجنة عندهم رؤية فنية كويسة جدا لأن كلهم مدربين. أيوة. يعني احنا كلنا كل واحد فيه ما شاء الله بقى له 10 سنين 20 سنة بيدرب في المجال. صاحب مشوار تدريبي اعتقد كمان، انت دربت في السعودية ودربت في الإمارات ودربت في لبنان كابتن صلاح. الحمد لله قعدت 15 سنة في لبنان وفي السعودية وقعدت في الإمارات 3 سنوات واشتغلت مع نجوم المستقبل في مصر، وفي الإخوة الأعضاء اللجنة كلهم دربوا في قطاع الناشئين في النادي الأهلي، في مرنوا درجة أولى وفي مرنوا في أندية ثانية. أيوة. فالرؤية الفنية دي بتبقى مطلوبة في الاختيار، في فرق العنصر نفسه العنصر بيختار في ولاد صغيرين اللي عندهم المهارات والحاجات الفنيه احنا بنختارها. الحاجات الثانيه بقى الثقل بقى في التدريب دي بترجع للمدير الفني، لان في حاجات تكتيكيه الولد الصغير ما يعرفهاش. احنا بنختار الولد الصغير بالنسبه للمهاره. حته السرعه وحته القوه والحاجات دي كلها لما بيشتغل عليها بقى مدربين، بيشتغل عليها المدربين ويبقى في شغل عالي جدا جدا لحد ما يوصل للولد بعد كده يبقى كبير ناشئ وفي الشباب يوصل لمرحله الفريق الاول. يبقى عنده نطق ويبقى في كل المقومات اللي حضرتك تفضلت بيها. أيوة. السرعه والقوه والمهاره والمرونه التكتيكيه كل ده بيكتسبها لما بيكبر. انما الحاجات الاولانيه اللي هي فيها الحته الفنيه، ان انا برؤيتي الفنيه وبالحس بتاعي ان انا راجل لعب كوره ودرب هيبقى عنده حته الاختيارات ورؤيه بتبقى عاليه جدا عنده. فاكيد هيختار افضل العناصر اللي هي هتفيد النادي الاهلي، لان وجودنا في المكان ده عشان يبقى فيه افاده للنادي. النادي مش هيعمل لجنه الا اذا كان هيكون فيها افاده وتعود على النادي الاهلي بالنوافع ان نجيب لعيبه كويسه تفيد النادي الاهلي في المستقبل. لان انت عارف المواهب برضو يعتبر شويه قلت. زمان كان بيبقى في الشوارع لعيبه كتير بتلعب في المدارس. كان ليه المواهب قلت من وجهه نظرك كابتن صديق؟ لان حصل يعني انقراض برضو في الملاعب. ما عادش يعني الاول كان في المدارس. بالعكس ده مصر الفتره الاخرانيه دي يعني ده دلوقتي بس دلوقتي. يعني السنتين ثلاثه اللي فاتوا في ثوره في البنيه التحتيه الرياضيه وملاعب ومراكز شباب واكاديميات كوره. لا بس تختلف كابتن احمد. الاول كان تروح مثلا في مناطق كتير في مصر العباسيه، تروح مثلا في السيده عائشه، الحتت الشعبيه دي كلها، المطريه، كل الحتت، شبرا دي طلع منها مواهب. يعني في شبرا مثلا ممكن اعد لك كذا لعيبه على راسهم مثلا الكابتن طارق وزيد. ما من شبرا ولاعيبه نادي اسكو كلها، وفي لعيبه لعبت اهلي وزمالك وحمامه، كل الناس دي كانت من شبرا. نادي بلاسك ونادي اسكو كان في ملاعب كتير وفي حاجات ساحات كبيره. أيوة. الملاعب في المدارس كانت كبيره، في لمؤاخذه كان زمان يقول لك ايه حوش المدرسه. كبير جدا، في ملاعب وفي بطولات بتتعمل. دلوقتي كله بقى مباني. ما عادش في ملاعب. زمان انت تمشي في العباسيه تلاقي في ملاعب كبير، في دورات في رمضان ايام الله يرحمه الكابتن محمد الجندي اللي كان ماسك منتخب مصر. فدلوقتي كل ده راح. فلما بقى دلوقتي انت بتعاني شويه عشان كده بقى في كشافين دلوقتي. امال معلش اسمح لي يا كابتن صديق، امال احنا قاعدين نسمع طول النهار اكاديميه مش عارف برشلونه واكاديميه ارسنال واكاديميه اتلتيكو بي اس جي وبنتكلم عن انديه كبيره جدا، ده يعني فين بقى الاوت كام بتاعها؟ فين المردود او فين النتيجه اللي بتطلع من الحاجات دي؟ اقول لك الاكاديميات ثلاث ارباعها بزنس. غير البزنس. غير البزنس. انا مثلا ممكن انا ايه الاكاديميات معموله يقول لك ايه في ولاد بتيجي مثلا عندهم في المستوى مثلا 40% مثلا بيشتغل معاه هيقعد معاه فتره في الاكاديميه، لو وصل لمستوى كويس بيروح نادي، ما وصلش هو بيتمرن وبيتحضر معاهم لحد ما ايه او بيمارس الرياضه. انما الاول كان اللعيب اللي في الشارع ده موهوب من غير مدرب من غير حاجه، اول ما حد يشوفه كان لما يجي يروح نادي كان بيسهل على المدربين، بيبقى عنده الموهبه موجوده عنده كل نواحي، بيرقص واحد لواحد بيفوت عنده الهيدرز. والله يا كابتن صديق في ملاعب، ما فيش ملاعب انا متاكد ان ال100 مليون دول لو دورنا وادينا فرصه هنطلع منهم درر وكنوز الحقيقه، ولاعيبه تكسر الدنيا وتاخدهم من حاله الهوايه للاحتراف على اعلى مستوى. بس الاهم ان احنا ندي فرصه او نخلق المساحه لاولاد دول ان هم يعبروا عن قدراتهم. كلامنا مستمر أكيد. مع كابتن صديق الجمال في السادسه بس بعد الفاصل. مره ثانيه اهلا وسهلا بحضراتكم. احنا يمكن قبل الفاصل كنا بنتكلم مع كابتن صديق الجمال، طبعا برحب بيه مره ثانيه. اهلا بيك كابتن صديق. كنا بنتكلم مع الناس على موضوع الاكاديميات والمواهب والكلام جاب بعضه، فاتكلمنا على
ان في اوقات كتيره جدا بيبقى الموضوع بيزنس، ومفيش اب او ام النهارده ما بتحلمش تشوف ابنها لعيب كوره، خصوصا طبعا بعد الارقام الفلكيه اللي بقت بتدفع في لعيبه الكوره اللي بقت صناعه مهمه جدا ومصدر دخل قومي في اوقات كتيره جدا. يعني بتهيألي الدوريات الكبيره جدا بتعتمد في واحده من اهم مصادر دخلها على الدوريات اللي عندها. لكن اهم برضو ان احنا يمكن نقطه حضرتك كنت حابب توضحها انه الاكاديميات في الانديه بتبقى شيء مختلف. يعني ممكن موضوع الاكاديميات الخاصه يبقى بيزنس اكتر منه. الخاصه بتبقى زي ما قلت لحضرتك بقى فيها برضو ايه بيزنس. ولو ظهر حد واحد او اثنين او حاجه اللي مفيش مانع بيسوا. بس انا بتكلم في بقى اكاديميات برضو ملتزمه جدا ومنظمه زي اكاديميه النادي الاهلي. والانديه الكبيره اللي عامله اكاديميات بيبقى فيها مصداقيه وفيها التزام وفيها هدف. ان برضو الاكاديميات الكبيره بيحاولوا ايه يبقى فيها تطوير وفيها شغل كويس فيها مدربين على مستوى عالي طبعا. لان بيمثلوا انديه كبيره. اللعيبه الكويسه اللي في الاكاديميات دي وانا بيتهيالي انه مصدر الربحيه في النهايه اي مشروع قائم هدفه في النهايه انك انت تكسب، لكن يمكن يكون مصدر الربحيه الاساسي بالنسبه للاكاديميات الخاصه هو الماده، لكن بالنسبه للنادي الاهلي يهمه اكتر ما يكسب من الفلوس الانديه انه يكسب موهبه اكتساب مواهب تضيف اكتساب مواهب ولاعيبه تفيد النادي طبعا. وطبعا بنتمنى التوفيق يعني للنادي الاهلي في الاكاديميات او في قطاع الناشئين. وجزء اسمح لي مهم جدا فكره انه الموهبه الفطريه شيء عظيم جدا، المشوار اللي بيضيف للموهبه دي خبره وانضباط تكتيكي وطبعا وتمرين وقوه ولياقه وخبره ماتشات وتعامل مع مواقف صعبه. الاهم في النهايه هو العقليه بتاعه النجم ده. يعني في للاسف شديد جدا وده حصل في تاريخنا كتير قوي، نجوم كانوا يستحقوا ان هم يرتدوا فانيلات اعظم انديه العالم، لكن للاسف شديد جدا فكره انه ما دي بترجع كابتن شعوره بموهبته او الايجو اللي موجود عنده. يعني فكره انا النجم دي ما اشتغلش على نفسي ما طورش من مستوايا دي للاسف شديد جدا دي بترجع بتقتل الموهبه. بترجع ليه يا كابتن؟ اللي من سبب نجاحات اللاعب بالذات الثقافه بتاعته الكرويه. أيوة. انت عايز ايه؟ انت طالما ملتزم وعندك هدف زي صلاح بناخده قدوه ومثل اعلى لاي لعيب في مصر، اشتغل على نفسه حاطط نفسه برنامج معين وحاطط استراتيجيه ان يمشي عليها وربنا كرمه من مكان لمكان 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 لوصل اعلى المراحل بسبب ان هو كان منضبط وملتزم وعنده ثقافه كرويه وزادت اكتر. وبعد كده لما وصل للعالميه بقى عنده مستشارين اللي يفقد دول كلهم عمره ما يوصل الهدف المرجو منه. أيوة. ان هو يتالق يوصل اللي هو عايزه. صحيح. ودايما ما بيوقفش، يعني دايما صلاح يمكن اكتر حاجه بتميز فيه انه طموحه ما بيتوقفش عند نجاح معين، كان ممكن جدا غيره طلع لعب في ليفربول يكفيه فخرا انه لعب في ليفربول ويرجع هنا يقفل بقى مشواره. عشان كده عنده طموح وعنده هدف وربنا يكرمه. صحيح ربنا يكرمه. ومهم بقى وانت موجود معانا نتكلم على احنا عندنا ماتش بكره بدايه، ماتش مهم جدا. كل ماتش بيلعبه النادي الاهلي النهارده رغم انه حضرتك لسه بتقول انه الدوري تقريبا شبه محسوم وان احنا بعاد جدا عن محتاجين النقاط اللي... لكن محتاجين طبعا ثلاث نقط، لكن الجمهور الاهلي اكتر عينه على مستوى الفرقه على تقييم الفريق فنيا على اطمئنان على الفريق اللي رايح على مواجهه مهمه جدا في قبل النهائي. ازاي بتشوف ماتش الحرس بكره؟ عنده مواجهه بكره هي مواجهه في وجهه نظر هي صعبه. صعبه ليه؟ لان انت عارف كل ثلاث ايام ماتش وبرضه بيبقى في تحميل على اللعيبه يعني وكده. أيوة. واحنا عندنا في اصابات وفي بقى اكيد في اجهاد من ضغط المباريات اللي هي ايه ورا بعض دول، وبالذات احنا جايين من فتره بتاعه الكورونا كان في وقف كتير قوي. أيوة. حب دليل ان مستر فايلر ما لعبش ماتشات وديه كتير. لعب مباراتين بس في الماتشات التحضيريه بتاعه الايه الجونه وسموحه تقريبا تكمله الدوري دي. أيوة. الله يكون في عون الفرقه عندنا بسبب الاصابات الموجوده واصابات لاعمده اساسيه لو موجوده بتديك ارتاحيه انت كمدير فني ان هي بتفرق معاك وتحسم لك لقاءات كتير. هنيجي عند الاصابات ثلاث خطوط عندنا فيهم غيابات مش بس اصابات حتى ايقاف يعني كهربا واحد من الاعمده الاساسيه كهربا والسوليه وفي حسين الشحات وفي برضه متولي وفي سعد سمير بس انا بتكلم اللي كانوا قريبين الفتره اللي فاتت او اللي انا بتمنى من الله شفائهم يعني عشان يلحقوا في الماتشات الافريقيه لما نيجي نتكلم عليها. من وجهه نظرك لعيبه زي كهربا اللي هيرجع ان شاء الله مع ماتش الاسماعيلي الشحات اللي ابتدى يدخل تاهيل دلوقتي عشان يبتدي تمرينات مع الفرقه عندهم فرصه يلحقوا او يكونوا جاهزين فورمه يعني في ماتشات قبل نهائي افريقيا الوداد؟ اكلمك على الحرس الاول بعدين نتكلم على الماتش الافريقي مع دول. ماتش الحرس مهم جدا ليه؟ فرقه الحرس برضو ايه عندهم معدلات الجري بيجروا كتير وعندهم لعيبه صغيرين وبعدين المباراه برضو ايه في ملعبهم على ما اعتقد يعني مباراه برضه النادي الاهلي في المكس ماتش ورا ماتش في برضه اجهاد للعيبه بس كل الفرق بتلعب بنفس الوتيره يعني ما انا معاك بس برضه انت لما تكون مرتاح
بقى عندك ارتياحيه وعندك فتره بعيده بين مباراه ومباراه. ده انا شايف انه انا حاسم البطوله وفارق بشكل كبير. ما دي مالهاش دعوه، في مجهود بدني في ضغط بدني وذهني على اللاعب، وفي سفر برده، المباراه برده في اسكندريه. انا بكلمك ان برده في ضغوطات على اللعيبه، فعشان كده بقول لك المباراه بتبقى صعبه شويه. بس الاهلي كل مباراه زي ما قلت لحضرتك من الاول للاخير المباراه بتبقى صعبه. فطبعا مستر فايلر مركز على المباراه دي، والحمد لله هيبقى في عوده علي معلول ناحيه شمال. الماتش اللي فات لعب ايمن اشرف ادى دوره على اكمل وجه، بس المباراه دي احنا محتاجين فيها علي معلول يكون موجود، وان شاء الله وليد سليمان يكون موجود. مباراه مهمه لحصد الثلاث نقاط اللي احنا محتاجين زي ما قلت لحضرتك 11 بونت عشان نبقى ناكد على حظ النقطه 76، حظ البطوله تحسم البطوله بشكل كبير. ارتياحيه، وانا شايف ندي فرصه بقى للناس اللي هم صاعدين من تحت زي عربي بدر ومجموعه اللعيبه اللي هم تصعدوا. هيبقى ليهم دور الفتره اللي جايه. الناس اللي ما بتلعبش زي صالح والناس اللي كانت بعيده شويه ان شاء الله ممكن يبقوا موجودين الفتره الجايه. فماتش بكره شايف انه مهم جدا في مسيره النادي الاهلي، وان شاء الله باذن الله نحصد الثلاث نقاط، ومن اول المباراه كده نحاول احنا نسجل طبعا زي المباراه السابقه، بحيث ان احنا نبقى في ارتياحيه لتكمله المباراه، ما يبقاش في ضغوطات علينا. وده اللي بنتمناه، لان احنا عندنا مهمه صعبه جدا وشاقه جدا اللي هي بتاعه البطوله الافريقيه. قبل ما نتكلم عن افريقيا معاك وتقول لنا فرص وحظوظ النادي الاهلي قدام الوداد المغربي، خلينا نروح نشوف تقرير مع حضراتكم مهم جدا نسمع صوتكم طول الوقت، راي جماهير النادي الاهلي في مواجهه قبل النهائي مع الوداد المغربي، ونرجع نتكلم على بطوله افريقيا مع كابتن صديق الجمال ضيفنا في السادسه. يعني عموما كده هو في مصلحه الاهلي، لان عندنا اصابات كتير، وفايلر بالتشكيل عمال في تدوير وبيجرب لعيبه مش في مكانها اصلا، فلسه القرار ده في صالح الاهلي. وانا شايف ان القرار ده يعني جاي في صالح الاهلي بسبب رجوع حسين الشحات وكهرباء، وهيبقى منسجمين اكتر مع الفريق لو خد وقت اكبر قبل افريقيا. انا شايف ان الفريق دلوقتي مؤهل بما فيه الكفايه ان هو يلعب الماتش دلوقتي احسن من ان هو طبعا يتاجل. هتبقى حاجه كويسه للنادي الاهلي ان هو اللعيبه على الاقل اللعيبه المصابه واللعيبه الموقوفه تبقى عندها استعداد ان هي تخش الملعب بطريقه كويسه، يبقى عندهم ماتش حاجه كويسه يعني ان الماتش يتاجل يعني لصالح النادي بتاعي. يعني شايف ان ده احسن وقت ان يتلعب فيه البطوله ما تتاجلش، يعني كل شويه تاجيل بيخلي الناس ما تبقاش في الفورمه، ما يعني ما بنصدق ان الناس تبقى في الفورمه يعني. فشايف يعني اتمنى انه ما يتاجلش المباريات. بس هو الصراحه يتاجل احسن عشان في لعيبه متصابه في الاهلي كتير، وحتى اللعيبه اللي متصابه في ناس في نصهم ما بيلعبوش، اللعيبه اللي مش متصابه في نصهم ما بيلعبوش. انا مع موقف التاجيل، ليه؟ لان عندنا بعض اللعيبه عايزين ياخدوا برضو شويه علشان يرجعوا للمستوى بتاعه. نتمنى برضو ان المباراه تبقى زي ما هي في نفس المواعيد بتاعتها، وان شاء الله الاهلي ان شاء الله هو بطل دوري ابطال ان شاء الله السنه دي. لعب دلوقتي في توقيته، وبعدين برضو ما احنا ما بنعرفش الظروف ايه لما تخش تكسر شهر سبتمبر وتخش في بوادر الخريف والشتاء، ممكن لا قدر الله تحصل اصابات ولا حاجه فيحصل طوارئ ثانيه، فده افضل وقت ان هو يتلعب ويتلعب في اسرع وقت يعني. مع التاجيل عشان الفرقه وعشان يبقوا اريح نفسيا وجسمانيا، لان حرام الفرقه اغلبها تعبان وبيلعبوا ماتشات كل كام يوم، مش لاحقين يعني ياخدوا نفسهم او يستريحوا شويه بين الماتشات، فطبعا دي حاجه كويسه جدا. يا ريت. دي كانت اراء جماهير النادي الاهلي في امكانيه تاجيل ماتش الوداد، وده ياثر سلبا ولا ايجابا على فرصه النادي الاهلي في تجاوز مواجهه الوداد. ناس كتير جدا شايف انها هتكون فرصه، نظرا زي ما اتكلمنا مع حضراتكم قبل كده انه هيكون فرصه اكتر انه اللعيبه اللي كانت مصابه او كانت بعيده عن التشكيل او كانت موقوفه انها تاخد فورمه الماتشات تبقى اكتر جاهزيه. ناس ثانيه وجهه نظر ثانيه تحترم برضو بتقول لا انه افضل دلوقتي واللعيبه مركزه وعارفه انها في نهايه الشهر ده هتلعب ماتش الوداد، فالتاجيل ممكن ياثر سلبا عليهم وعلى مدى جاهزيتهم واستعدادهم لخوض مواجهه الوداد في المغرب. هنلعب ماتش الذهاب في المغرب وان شاء الله ماتش العوده يكون في القاهره. تتفق ولا تختلف مع وجهتي النظر كابتن صديق؟ بالنسبه للتقرير انا شايف الاغلبيه يعني ايه مع حته التاجيل. انا مع التاجيل لان احنا عندنا ظروف خاصه. لو حصل تاجيل يبقى برضو عندنا شانس كويس حظ يعني. بالنسبه للسوليه وحسين الشحات كهربا، ما تقول لي كهربا ممكن يرجع قبل الماتش؟ لا، انت لما يكون واحد بعيد عن المباريات بقاله فتره بيجي يلعب مثلا 3 4 مباريات 5 مباريات، دول بتجهزه كويس جدا بدنيا ويخش في المود بتاع المباريات والفورمه بتبقى عاليه. برضو السوليه يكون رجع بقوه، لان طبعا طالع من اصابه لازم بعد الاصابه
على الاقل يبقى في نسبه ايه مشاركه قبل المباراه دي. مباراه الوداد مباراه مهمه جدا جدا ومباراه مصيريه. ما انا ممكن اقول لحضرتك لا قدر الله لا قدر الله ممكن انه تاجيل المباراه يخلي قائمه المصابين يحصل مثلا اثناء ماتشات الدوري اصابات للعيبه ثانيه وده ياثر على برضو جاهزيه الفريق. ليها كده وليها كده. ما هي بس ان شاء الله باذن الله ما بيكونش في اصابات ثانيه عندنا. أي. بس انا بقول ايه بنتكلم على الارض الواقع اللي قدامنا دلوقتي. لما السوليه باذن الله يخش بعد الاصابه يبقى فورمه كويسه وحسين برضو هم دلوقتي في فتره تاهيل. لما يخشوا على مباراه الدوري ويلعبوا اكتر من مباراتين ثلاثه اربعه هتلاقي بقى في فورمه كويسه ويبقى في جهوزيه للمباراة الوداد. حته الاصابات دي طبعا بتاعت ربنا. أيوه. ان شاء الله ما حدش يتصاب. المباراه بيلعبوها لو انت تيجي تحسم اللقب الدوري هيبقى عندك افانتاج كويس وعندك ان انت تشارك الناس اللي ما بتشاركش. والتيم اللي هو هيلعب في افريقيا ممكن عندك اكتر من عنصر بيلعبوا في الدوري ماشيين كويس جدا جدا فيك تريحه. أيوه. لما تريحه وهو مجهد من المباريات بيبقى كامل جهوزيته موجوده. يبقى ده مرتاح انت اللي مريحه. طب هتلاقيه في البطوله. بمناسبه كلامنا عن بطوله ابطال الدوري. انت خدت البطوله الافرو اسيويه. بطل افريقيا بيلعب بطل اسيا. انتوا لعبتوا مين او خدتوا البطوله دي على حساب مين؟ افريكاوا باين او فريق ياباني. ياباني. طيب قول لي اجواء بطوله او نهائي بطوله كبيره زي الافرو اسيويه. ايه اكتر نصيحه اتوجهت لكم؟ ايه الحاله اللي كانت عليها فرقه النادي الاهلي في التوقيت ده؟ لا دي كانت مختلفه عن دي. لان دي عندك قبل النهائي وكان وعندك ذهاب واياب. وعندك النهائي باذن الله باذن الله احنا نتفوق ويكون النهائي باذن الله في مصر باذن الله ان شاء الله. تانية كانت مباراه واحده. ايوه مباراه واحده. الاستعداد دلوقتي غير الاول. مباراه اللي يكسب ياخد البطوله. دي فيها اول حاجه هتلاعب فريق منافس وقوي. الفريق الوداد فريق قوي انت عارف شمال افريقيا. وعندهم خبرات كبيره في البطولات الافريقيه وعندهم عناصر مميزه وهتلاقي المباراه حتى قبل ما تبدا فيها شد وفيها جذب فيها اهتمام اعلامي وفيها في زي ما بتقول ايه بتبقى صعبه على الطرفين. فالاهتمام هنا. ايه النصيحه اللي انت توجهها النصيحه لاعيبه النادي الاهلي؟ بالنسبه للنادي الاهلي اول حاجه نخلص من الدوري. باذن الله الفتره اللي جايه ان شاء الله باذن الله ما يكونش فيه اصابات ونخش على المباراه اكثر جهوزيه. الوداد بيلعب كوره كويسه وفريق اللي باع كبير في البطولات الافريقيه. احنا برضو عندنا فرقه محترمه والنادي الاهلي اي حد بيجي يلعبه بيعمل ألف حساب طبعا. هم مستعدين استعداد جيد جدا والمدرب عندنا مدرب محترم ومدرب فكره عالي جدا جدا وعنده استراتيجيه في المباريات الكبيره بيعرف يتعامل معاها ازاي. فالتركيز من 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 ماتشات الدوري دي ان المباراه دي مباراه مهمه ومصيريه فتركيزهم ان لازم البطوله اللي هي غايبه عن النادي الاهلي البطوله الغاليه جدا ترجع ان شاء الله ان هي بقى لها فتره نجمه التاسعه زي ما بنقول باذن الله ان شاء الله. البطوله بعيد عننا بقى لنا فتره كبيره. أيوة. فاحنا عايزين نحقق اللقب اللي جماهير النادي الاهلي مستنياه ويضاف للبطولات بتاعه النادي الاهلي. الاهلي قدها وقدوده كابتن صديق ان شاء الله وده نتمنى ان شاء الله باذن الله نتخطى مواجهه الوداد ذهابا وايابا ويبقى لينا كلام ان شاء الله باذن الله ان شاء الله بدون مقاطعه عن النهائي الافريقي. بشكرك شكرا جزيلا شرفتنا ونورتنا في السادسه على شاشه الاهلي وبشكر كمان كل جمهور السادسه اللي تابع حلقه النهارده. نقابل حضراتكم ان شاء الله بكره وحلقه جديده. تحياتي لحضراتكم.